بمجرد انه بابك طلع للجبل اكيد هو انه طلع وفي نيته قتل. خرجني كيما هاك، هي كيما هاك، هي هنايا وانا هي قابلوا لي كيما هاك، درا واحد خروشي هنا في الانف تاعها طلعوها كيما هاك، قال لي شوف انا صاير الام تاعي يذبحها قدامي، انا صاير كي يذبحها قدامي طاحت ما كتسخر. يعتقدوا ربما أنه أبناء الإرهابيين ولا زوجاتهم موافقون على الأعمال التي يقوم بها أبائهم. مش مسيم الإسلام تاعنا باش نقتل إنسان كما أنايا. أنا نقول لها بسبت أبوك أنا ما عارش حتى كيفاش نعبر. يعني أنا ضروك راني أمي. سبت بوه. كاين ناس اللي ما راحش تسامحك انه تشوف فيك على اساس انه الاب تاعك قتل. انت ما خيرتش تكون ضحيه ارهاب وما خيرش يكون ابن امير. اكيد ما تحاسبش الابن تاعو على اساس الاب تاعو دار مشكل. احنا كنا في الوقت هذاك خدامين 97 98 كاين ناس الاهل تاعهم في الغابات تصيب طفل صغير تحنى عليه تجيب الدراهم من جيبه وتعطي له ما عنده حتى ذنب. انا نوكله. تعطي درس الى الجزائريين لتتحول الى عبره، لان الناس يشوفوك انت سامحت بزاف ناس يسامحوا من اجل الجزائر. انا ولد الجزائر ومحبي الوطن الجزائري ووطنيتي لدرجه ما تصورش.